بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في قناتكم طعم وريحه الريف المصري. النهارده بقى ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل بقى مخلل اللي هو اللارنج. اللارنج ده طبعا طعمه بيبقى جميل. احنا بنجيبه بقى زي ما كنا شايفينه في المشتريات، هو زي شكله شكل البرتقال كده. بنجيبه بقى ونسلقه لحد ما نلاقيه طري خالص كده، نحطه بقى ونغير عليه المية كل شوية، يعني لو كل ساعة كده نغير لمدة 3 أو 4 أيام عشان ينزل أي حق المرار اللي فيه كله، ويبقى طعمه طبعا جميل. بعمل ايه بقى الطريقة بتاعته؟ بجيب البرطمان بتاعي اللي هخلل فيه واحط فيه شوية مية، دي بقى حاجة بسيطة خالص. الدقة اللي احنا بنعملها اللي هي الشطة الحمراء عليها 2 معلقة ملح ومعلقتين خل بس. هنحط بقى المية في البرطمان اللي هنخلل فيه ونحطها بقى كده وقلبها بقى. في بقى حاجة بعملها قبل ما احطه في البرطمان، هنشوفها دلوقتي مع بعض. قبل ما بحطه بقى بجيب معلقة شطة زي اللي شايفينها اللي هي الهريسة الحمراء دي. بعمل ايه بقى؟ بفتح الارنجاية كده وبحط بقى فيها ايه حته كده صغيره عشان تدخل في القلب من جوه، حاجه بس بسيطه كده. وبحط بقى بعمل كله بالشكل ده. فاضل لي بقى واحده، باجي عندي اخر واحده بقى بحط فيها برده حته، بس حاجه بسيطه كده تدخل في القلب من جوه وبحطها بقى كده. خلاص انا عملت الكميه بتاعتي، بقلبه بقى كده وبسيبه بقى في الميه يوم او اتنين بس. وبتاكلي منه طبعا الارنج ده، شكله اهو في البرطمان مفيد للبطن جدا، ويعني فوائده ملهاش اخر. بس جربوه بقى وان شاء الله والله طعمه جميل وطعمه تحفة. يعني ده عندي احسن مخلل. جربوه هيعجبكم ان شاء الله، واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.